الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على نعمه تترى وعلى فضله العظيم أن جمعنا بشيخ جليل وعالم مشهور، الشيخ الدكتور عبد الرحمن العقل، محاضر في جامعة القصيم بكلية الشريعة قسم السنة، والشيخ معروف لدى طلبة العلم في المملكة وعلمائها وفوق ذلك في مختلف بلاد الإسلام لما نفع الله به المسلمين. والشيخ له جهود علمية ودعوية مشهورة ومعروفة، سواء على مستوى المؤتمرات العلمية والدعوية أو الدورات التطويرية الشرعية، وكذلك تأليفات لدى الشيخ أو للشيخ معروفة مشهورة، من أشهرها تأليف الشيخ وشرحه لعمدة الأحكام للمقدسي رحمة الله عليه. وهذه دورة أتمها الله ترتيبها وتنظيمها بجهود الإخوة لديكم هنا في مالمو، بعد أن وافق الشيخ على ترتيبها وتنظيمها مع كثرة الجهود الموجودة لدى الشيخ وضيق وقته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل دقيقة لشيخ الفاضل في ميزان حسناته، وأن يتقبل منه ومن جميع الإخوة. ويشرفنا كذلك أن يكون بيننا الشيخ الفاضل الداعية الشيخ محمد السيف، والشيخ كذلك له جهود دعوية علمية في منطقة القصيم وأكثر من ذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سنستمع إليه من مشايخنا الكرام، وأن ييسر لنا تطبيق خير ما نستمع إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, please, taxa me tilkom Allah subhanahu wa ta'ala di taka wa non bero no mon filote se u bero no mon bjel. Vi är glada här att finnas med vår ädla sheikh, sheikh Abdurrahman al-Aqil, som är känd både i Saudi. Han undervisar i avdelningen av sunna, avdelningen i universitetet där. Han är känd bland sina elever. Han är känd i Saudi. Han är känd med den boken bland annat som han hade gjort för Umdat al-Ahkam, heter den, för al-Maqdisi. Han har definierat den. Vi är väldigt glada att finnas här i Malmö där det har anordnats här en kurs. Även om sheikhen, och Allah subhanahu wa ta'ala belönar honom, har haft väldigt mycket att göra och haft olika aktiviteter, så ägnade han sin tid för att kunna vara här bland oss. Så må Allah subhanahu wa ta'ala belöna honom och få oss få nytta av varenda minut som han håller bland oss här. Med oss så har vi även en annan känd da'ia som också från Al-Qasim, en som kallar för Islam. Han heter Muhammad al-Saif. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna honom. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att låta oss få nytta av deras ord och det som vi kommer att lära oss från dem. والآن قبل أن أتقدم شيخنا بما سيلقي على مسامعنا، لعل الشيخ أبو أنس خضر يتلو على مسامعنا ما تيسر له من القرآن. إن شاء الله إن الشيخ كما أت يوس تيسمان كما تيوس إن شاء الله. So هو أهل لبرو الشيخ أبو أنس. خضر أن كم إن شاء الله ليس إن دير أوف كورن إن لا دلمي ليس أوف كورن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، أجدني سعيدا بين أحبابي وإخواني في هذا البلد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على المحبة والصدق والنصيحة، فإن هذه أيها الإخوة من علائم الإيمان. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول فيه النصيحة، ومن أعظم النصيحة بذل العلم في مثل هذه المجالس، فإن العلم أيها الإخوة نور وطريق النجاة لهذه الأمة. العلم أيها الإخوة سبيل السعادة والفلاح في الدارين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. All love, praise och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Jag är väldigt glad att jag finns här bland er. Jag är väldigt glad att jag infinner mig bland mina bröder i det här landet. Alhamdulillah, med Allah subhanahu wa ta'alas vilja och från uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala så kommer vi inshallah att gå igenom det här. Och från uppriktigheten att kunna ägna eller ära kunskapen. Och kunskapen som är egentligen ljuset för en. Kunskapen som kan ge en glädje både i detta liv och i det nästkommande liv. Ayyu al-ikhwa, kama qult, لا يمكن لهذه الأمة أن تنجو ولا لشبابها السلامة ولا لدعاتها التوفيق إلا من خلال العلم الشرعي. Det är omöjligt för ungdomar att klara sig eller människor att klara sig eller en nation att klara sig utan att skaffa sig den riktiga kunskapen, islamsk kunskap. تأتي الفتن. Prövningar kommer. تتطور المحن. Prövningar utökas. تتضاعف مع الأيام وتزداد. Med tiden så fördubblas den och den utökas. وإذا ادرهمت الأمور على الأمة وعلى المسلمين. Och helt plötsligt, تفضل. فإنهم لا يرجعون إلا إلى علمائهم. Och när saken blir större och värre så det enda som nationen kan göra det är att vända sig till deras kunniga. هل سمعتم يوم من الأيام حينما حدثت فتنة من الفتن والفتن كثيرة التي تبتلى بها الأمة، هل سمعتم يوم من الأيام أن الأمة رجعت إلى تجارها؟ هني نونغون هي تالاس أم دون نونغون بيرنين إنترف مسلمان إلى من كنا أتنا تكون من فند ساي تيسينا هاندرسمن أو إلى عوامها إلى تيفون لي أمينكو. إنما المرجع دائما العلم والعلماء. Hänvisar eller man brukar alltid gå tillbaka till kunskap och till de lärda. هذا من أوجب الواجبات أيها الإخوة أن نبعث في الجيل ونرسخ أهمية وضرورة العلم والرجوع إلى العلماء. Bland de viktiga kunskaper som man måste lära eller undervisa för andra det är att säga till människor att lära sig och ge dem kunskap och lära dem att vända sig tillbaka till de kunniga. لا يجوز. لا يجوز ابدا التساهل في هذه القضيه. Det är absolut inte tillåtet att underskatta just den här punkten. ولا التقليل من شأن العلم ولا الرجوع للعلماء. Och att underskatta att vända sig tillbaka till kunskapen eller till de kunniga.
وليعلم أيها الإخوة أن من مكائد أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومنافقين det som vi också bör känna till utav de icke-muslimer, de som är mot islam och det som de egentligen vill göra mot islam av judar, kristna och hycklarna. إسقاط قيمة العلماء وهيبة العلم والعلماء. Att underskatta kunskapens vikt och de kunniga och de lärdas respekt. إذا سقطت قيمة العلم والعلماء رجع كل إنسان إلى هوى نفسه. Då den här punkten att vända sig till kunskapen till kunskapsmän, då det försvinner, så brukar var och en vända sig till sig själv, till sina egna lustar. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم. Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم hade hänvisat till detta i ett hadith som är till Amr ibn al-As eller Sahih Muslim. وأشار إلى أن هذا يكون في آخر الزمان. وكان hänvisade att detta kommer att äga rum i slutet av tiden. حيث قال صلى الله عليه وسلم. الآن سير صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا تزعمه من صدور الرجال. الله سبحانه وتعالى كما أنت تبود كنسكاب إن الآن لوتر فشفينا فنيرت ومنن. ولكن يقبض العلم بموت العلماء. من ده موت سو بيك كنسكاب فشفينا ينام توم لادا دار إن سنان. حتى إذا ماتوا لم يبقى إلا رؤوسا وفي رواية الرؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تيلس دم كنّي قدروا يتفتر عن أن يتفتر عن أن، so دم som är kvar en del av dem och en annan berättelse deras ledare, så ger dem fatwa de ger svar för olika frågor, så blir de själv vilseledda och vilseledda andra med sig. وأنت إذا قرأت في عالم الشبكة العالمية العنكبوتية إذا قرأت فيها وطلعت على بعض المواقع تجد أن بعض شباب المسلمين يؤدي هذا الدور. أما ليس بلان إنترنت وسيب أولي كبلاس في إنترنت أولي كسيد سوفين ما نات مونع تاب أندما جير إكسكت هذا بونت اللي فسيك فيلا يوست ده. يؤدي هذا الدور الذي يريده الأعداء من غير أن يشعر. Han gör det som icke-muslimer eller de som är mot islam vill egentligen utan att han känner till själv till det. وذلك بسب العلماء والطعن فيهم وتصنيفهم والكلام فيهم وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا عنده خلل إلى آخره فيكون الشاب حاكما على علماء المسلمين. وديار ده هاي بشرون الانديفيدين ينام عاد كلان ده دم لاردا سنك دولة دم أندا أندرس كتر دم تادية وبصو سيد صدق عن وامود مسلمين. من هو العالم أو طالب العلم أو الداعي الموفق؟ Vem är det egentligen den lärde, den som söker kunskap som kommer att lyckas egentligen? Det är den personen som jobbar, eller den individen som kämpar för att uppfostra människor enligt islam och skapa en generation. Genom att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala sprida kunskap så gott som man kan. لو يهتدي شخص واحد على يدك أو تدل واحد على العلم أو على كتاب يقرأه أو على مجلس يحضره أو على محاضرة يسمعها أو مجلس مبارك يشهده فهذا من توفيق الله. Bland det som Allah subhanahu wa ta'ala kan underlätta för en genom att människor kan få bli vägledda, det är kanske tillräckligt att du hänvisar till någonting, du kan få personen att läsa någonting eller höra någonting eller se någonting, och detta är från Allah subhanahu wa ta'ala, och det är lyckan från Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَتَ مَا رَأَيْتَ الْإِنسَانِ يَقَعْ فِي أَعْرَاضِ الْعُلَمَاءِ فَهَذِي أَمَارَةٌ وَعَلَامَةٌ عَلَى الشَّقَاءِ عِيَاذًا بِاللَّهِ. Och så fort som du ser en individ, en person som egentligen attackerar de kunniga, så är det tecken på att den personen har nästan gått under, han har misslyckats. Al-Imam ibn Asakir, om Allah subhanahu wa ta'ala var barnet över hans själ, han säger, köttet av de lärda, den är giftig. وعادة الله في منتقصيهم معلومة وعادة الله في منتقصيهم يعني في من يطعن في العلماء يعني عادة الله في الانتقام من من يطعن فيهم معلومة. وده som الله سبحانه وتعالى egentligen kan hämnas för dem det är synligt och tydligt och klart. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة ومن أخذ فيهم بالثلب
ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. Jag sammanfattar det som Umar ibn Asakir han sa. Han sa, köttet av de lärda den är giftig. Och den som försöker attackera dem, Allah subhanahu wa ta'ala straffar den personen. Och den som gör det kommer Allah subhanahu wa ta'ala att pröva individen med att ens hjärta kommer att dö innan han själv dör. Jag känner till en person. Kan min tawajjuh lil'ilm. Han var bland dem som vände sig för att söka kunskap. Och han skaffade sig kunskap och han läste och han fixade sig kunskapen. Men en av hans behövningar var att han attackerade de lärde. Och inte nog de vilka ulama, det är också högst uppsatta ulama också lärde. Allah subhanahu wa ta'ala straffade honom. Fantakas. الله سبحانه وتعالى نعم استغفر ونعم صلاة عن ذنب سيد موت سيد أقول أن انتكس تلطفا وإلا قد يقول غير ارتد عن دين الإسلام يا سيد الله سبحانه وتعالى استغفر ونعم بغفت فالت سنين وتعلم كم خير أندر بسكريب ونعم تعلم ذنب سيد هل تقول يتموت إسلام وأنا أعرف الشخص ما أظن ما أصابه هذا الأمر إلا عقوبة ودفاع الله سبحانه وتعالى عن أوليائه. Och jag känner till individen och jag tror inte att det som händer honom annat än att det är straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول كما في الحديث القدسي ربه جل وعز. Och det är precis vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam genom en hadith som är kudsi där Allah subhanahu wa ta'ala säger. يقول سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنت بالحق. الله سبحانه وتعالى سير حديث صفات سير الله سبحانه وتعالى سير دين فم ست سير يموت من نامسته فنر أسوالي سو في كلا كريج مت بإنديفيدي. ولا شك إن أول من يدخل في ولاية الله في هذا الحديث كما يقول الإمام التيمي رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان أول من يدخل في هذا من العلماء أول من يكون من أهل الولاية. بل دون فرشة سم الله سبحانه وتعالى فنر سم ابن التيمي سير سينبوك الفرقان. Al-Furqan heter boken, den som urskiljer sanning från felaktighet, att utan tvekan det är ulama som ingår i den första kategorierna där. En annan individ, han talade illa genom satellitkanalerna om de lärde inom islam. Det var hans enda yrke, att bara snacka dåligt om de lärde. Så han klandrar eller snackar dåligt om lärde mer än vad han lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala eller läser Koranen. Han tillbringar flera timmar bara för att göra exakt det här ändamålet. Allah subhanahu wa ta'ala straffade honom med cancersjukdomen i hans tunga. Han dog. Och jag tror inte att detta är något annat än straffen Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الأخوة هذا الكلام والمقدمة التي ذكرت أرى أنها مهمة لأنه موجود في عالم الشبكة وكلكم يعني تقرؤون في الإنترنت. يا طاو ده من inledning bara för att ni ska se hur pass viktigt det är och ni säkert läser om det på internet bland annat. نجد ساحات كبيرة فيها الكلام في الطعن والتصنيف والكلام في فلان وعلان وهذا يعني ضال وهذا مبتدع وهذا إلى آخره يعني باب ما ينتهي. Vi finner olika frågor på nätet där den ena klandrar den andra klandrar den här gruppen. Och det är en öppning som aldrig tar slut. Det finns till och med en grupp av muslimerna som man kallar dem, en grupp av muslimerna som inte hade utelämnat någon annan grupp utom att ha snackat om. Och någonting som är lite roligt faktiskt. Och det som är sorgligt samtidigt. Att en av dem hade sammanfattat en bok. Alla ghirar kitab ibn Hajar al-Taqrib. Det är vilket egentligen nära är ibn Hajars bok. Ibn Hajar rahimahullah har kitab som al-Taqrib. Takallam fih an ruwat wal rijal alladhina rawa al-hadith. Wa takallam fih man ulama li ajl al-hukum an al-hadith. Ibn Hajar hade författat en bok där han säger och pratar om dem som hade definierat hadithen av olika män. För att man skulle kunna lära sig detta. فهذا الرجل يقول أن مثل ابن حجر ألف كتاب يطعم فيه العلماء ويحتج بفعل الإمام ابن حجر. ودنها مانن ثم أسكيبة تنها بوك أنا سأي أسم ابن حجر يوكس أسكيبة تن بوك ثم كان أتكير ولا لا. والفرق كبير بين غاية ابن حجر وهدف ابن حجر وبين فعله. وده إكلات استوى فعلا بل أن ديسم ابن حجر يود وديسم هان يود. في الأخير عوقب. الله سبحانه وتعالى مسلت استغفر لهم.
عوقب يعني وحصلت له عقوبة ومن معه نسأل الله العافية والسلام. الله سبحانه وتعالى استغفر لهم ودون صرمهم. ومقصود أيها الكلام أن لا نغتر بما في الانترنت من الغث والسمين. وده som vi vill egentligen som vi vill belysa att inte bli lurade av det som finns på internet. وانصح اخوتي واحبابي في الله الا ينغمسوا في الانترنت. ويو سائر في مينا ادلا بردر att inte dyka allt för djupt i internet. احذر من الانغماس. Det är en stor varning att dyka för djupt. الانهماك. Att gå in i ämnet. الساعات الطويله. Att sitta där flera timmar. والله لو صرفنا جزء من اوقات الانترنت للقران لكنا اسعد الخلق. Vid Allah om vi ägnar en del av den tiden vi lägger på internet för att lägga den åt Koranen så hade jag varit bland de lyckligaste. اسأل كثير من الاخوة من ابناء المسلمين في كل مكان حتى عندنا في الجزيرة والسعودية والدول العربية هل يعطي القران كما يعطي الانترنت؟ Fråga vem som helst oavsett vem du frågar människor även i den arabiska världen. هل يسبح ويستغفر ويذكر الله مثل ما كان ان انديفيد هي تيل قران لك ميكو سميت الانترنت بريكا هان اومينا الله سبحانه وتعالى سو سو مان سيت الانترنت. هل يجلس مع والديه ويبر بهما كما يجلس في الانترنت الوقت الطويل سيت هان سينا فيل وتهان لو سو سو مان سيت في الانترنت. وعليه ايها الاخوه خلاصه هذا الكلام وبيكت سامن فاتر هذا هو اللي ينطلقه لابد يجعل طالب العلم والموفق والداعي الى الله يجعل يعني اعماله حسب الاولويات. Som var en som söker kunskap måste prioritera sina uppgifter. فهل الانترنت أولوية؟ كان من prioritera internet så att han hamnar på bland de första. أنا أرى الأولوية في أداء الفرائض والواجبات. Jag ser prioriteringen ska vara att göra sina plikter. الدعوة إلى الله. Att kalla till Allah سبحانه وتعالى. القيام بالعبادات والنوافل. Att utföra sin dyrka så att säga och de frivilliga bönerna. بر الوالدين وصلة الأرحام. Att ta hand om föräldrarna, att besöka släktskapet. وما سوى ذلك مما يحبه الله ويرضاه. وأندر ساكر سما الله سبحانه وتعالى älskar bland annat. وهل معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يستفيد من الإنترنت؟ Betyder detta att vi inte ska få nytta av internet? تستفيد من الإنترنت وترجع إليه فيما تحتاج. Du kan få nytta av internet och gå tillbaka till det och söka det som du är behovet av. أما أن تهب الإنترنت زهرة عمرك من الوقت فهذا ما يجوز. من أن تسكي إيه إنترنت دين ديربارة ستيد وهلا دين تيد ما يرمين دوه لتأتي تيلوت. أنا أذكر هذا أيها الإخوة لأنه هذا يحصل في كل البلدان. Jag nämner detta för att det är precis vad som händer i stort sett i alla länder. الانجرار والانجراف وراء الانترنت مما أكسب بعض الشباب شوشرة وتشويش واضطراب. Dragandet till internet, vilket har fått många av ungdomarna, har fått lite störningar i, alltså i hjärnan, i tänkandet. اضطراب فكري ولا أعني الشيخ فكري. اضطراب فكري, alltså att det var det alla skrattade här. Han säger att man blir lite störd i tankarna, och tankarna betyder fikri. Och då menar inte jag med Sheikh Fikri, säger han. من أشد أسباب الاضطراب الذي يعني نعيشه ويعيش شبابنا في هذه الأيام من أشد بلند هوردست فرن الاسترنيان som man får uppleva هو الدخول لعالم الانترنت ده التيلتر ان هير انترنت فاد ثم انه حرام انه الانسان وقته كله يضيع في هذا العالم وده تيلو ما فبيودت ايندن اصلا سبوت سين تيد فو ديتا لكن ترجع الى الانترنت فيما تحتاج وللمواقع المامونه والموثوقه ات جو تي باك ات انترنت سيرك ده ما بهذا جو تي شيلو سوم بوليتيكا. ثم ايضا اؤكد ايها الاخوه انه ليس الانترنت مصدر من مصادر العلم. فالمستفيد يوصل بوينتيرا ات انترنت انجن شيلا في كونسكوم. تقول لاحدهم هذه المساله الفلانيه الدليل فيها كذا وكذا يقول لك انا قرات في الانترنت. Du säger till en, Achi, vad gäller just den här saken, beviset är följande. Så säger han, nej men jag läste internet så här. فهل هذا يجوز أقول قال الله وتقول قال الإنترنت؟ إذا تيلوتت يجب أن يسأل الله سير ودو سأل إنترنت سير عنات؟ يجب أن نتربى أن ربي أنفسنا والآخرين إن الإنترنت ليس مصدراً للعلم الشرعي والمعلومات الصحيحة الدقيقة. Det är det som vi måste uppfostra oss själva på men oss själva om att internet är ingen källa för kunskap i Islam. المصدر أو المصادر الصحيحة الرجوع المباشر للكتاب والسنة ورجوع للعلماء والاستفادة منهم ومن علمهم والتتلمذ عليه.
Det som är ursprungliga källa det är att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala ord, vilka är Koranen, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna och de lärda och få nytta av deras kunskap. ولا مانع ان يرجع الى الموقع الموثوق لعالم من العلماء ليأخذ منه المعلومه او الفتوى او نحو ذلك. Och det är inte förbjudet att vända sig till någon lärd genom sin hemsida att läsa någonting där allting är pålitligt i deras sida. لكن يحذر واؤكد المره بعد المره بعدم الانغماس والانهماك في هذا العالم. Det som jag vill varna är att inte dyka allt för djupt inom internetvärlden. طيب قبل ان ندخل الى الموضوع المعلن innan egentligen vi ska tillträda i det ämnet som är annonserat om. Finns det någon fråga om den här? أو الشيخ محمد يصير عنده مشاركة أو أي واحد من الإخوة لأني حريص إنه اللقاءات هذه أيها الإخوة شيخ اللقاء شيخ تعال شيخ أن تكون لقاءات حوارية. أخ عنده سؤال رفع يده. Han undrar om det är någon som har en fråga innan eller någon som vill lägga till någonting för att egentligen så ska vi byta information om frågan till Mohammed om han vill tillägga någonting. Tack för det. يأخذ المعلومة الأساسية من الإنترنت يعني يأخذها من الكتب. أحيانًا الواحد يكون مستعجل ما يقدر يلحق. بس أي مواقع مثل المواقع اللي بتنصح إن الواحد يأخذ من المعلومات في مواقع معينة. لا أنا كمنهج نعم. Brodern ställer en fråga att han säger enligt följande. Du sa tjejerna att man inte ska vända sig till internet för att inte använda som en grundkälla. Men finns det några sidor som du kan hänvisa till? Ibland har man bråttom och hinner inte gå tillbaka till böckerna och söka upp kunskapen. Jag har en manhaj am للتعامل مع الانترنت بانه ينبغي عدم الانهماك فيه والاغترار بما فيه. Det som jag varnar för är att inte djupa allt för djupt in i internet. ثم العناية بالعلم الشرعي من خلال التأصيل الشرعي ورجوع العلماء. Och sen att ta hänsyn till att vända sig till att veta kunskapen och vända sig till islamkunnighet. لا بأس أن يرجع الإنسان إلى المواقع الموثوقة نقول الموثوقة وليس أي موقع. Det är inte dåligt att vända sig till kända sidor. Jag säger kända sidor och inte vilka sidor som helst. لأنه أن يجعل الإنسان الإنترنت عمدة ويجعله أصل هذا أنا أقطع قطع ولا أتردد. إنه من أعظم أسباب التشتت والاضطراب الفكري والخلل الذي حصل في شبابنا. من أتسيتلن سومين جوند أن فيند سيت إنترنت أما نيتن سومين جوند شلا. ديتا إير أورساكن تيل بروبليم بيلكيت كان سبليتر ديراس مانتاليتيت سينا. ولأكون صريحا أكثر. ويو مستوى إن مير آليرا. منهج الغلو، منهج الغلو والتشدد والتطرف والتكفير. أت كنا جو إن تيل مهي تانكنا أت förklara människor att muslimer attackerar andra människor och det sättet och det som börjat splittra ännu mer och mest under detta året مصدر هؤلاء الشباب الذين ولجوا الى الغلو والتكفير مصدرهم الانترنت och de flesta som deras källor för de människor som följer den här ideologin deras källor är internet egentligen. انا ناقشت بعضهم فلما ذكرت دليل وكذا فذكر لي كلام قلت منين الكلام هذا قال قرأته في الانترنت. Jag har diskuterat med en del av dem och när jag säger beviset till dem så säger han annars så har du läst detta och sen jag bara läst den på internet. Det är ett stort problem egentligen. Det är ett stort problem egentligen att ha internet som en grundkälla så som Koranen och Sunna. قضية البدعة والسنة. نعم. هناك أمور خلاف السنة ليست ابتداعا في الدين ولكنها خلاف. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أسر عنه أنه كان يقرأ الفاتحة يقف على رؤوس الآيات فلو قرأها شخص ما فهو لم يأتي بالسنة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كلمة خلاف السنة عندما نقول أن هذا الفعل خلاف السنة هل يلزم من هذه الكلمة أن كل فعل خالف فيه الإنسان سنة من السنة ولا أتحدث عن عبادة أنا أتحدث عن السنة بشكل عام هل يلزم من ذلك الإثم أن يقع الإثم على فاعل هذا الشيء الذي خالف السنة؟ على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ومثله ابن القيم وشيخ ابن العثيمين عدد من أهل العلم أنه لا يعتبر الإنسان آثم في هذه الحالة إلا أن يكون يعني صاحب منهج متقصد لمخالفة السنة، فهو يأثم على تقصده وعلى مخالفة منهج السنة. واضح؟ أما أنه إذا لم يكن كذلك، لم يكن متقصدا، لكنه يعني مثلا بانشغال، بسبب انشغال أو عدم اهتمام، وترك السنة أو خالف السنة مدة طويلة يعني، أو مات وما فعل هذه السنة، فلا يؤثم، لكنه لا شك أنه فاته فضل عظيم. يذكر شاء الله فسيكا سمان فتا بولي فوقا مصوارت الله سبحانه وتعالى سبيليا شيخ فيكا استيلين فوقا ومان utför saker och ting som är kanske inte i enighet med sunna, eller om inte man har hunnit göra någonting som stämmer överens med sunna. Chefen svarade att man inshallah man begår ingen synd om man har gjort saker och ting som man inte vet om eller på grund av brist på tid, eller om man har dött vid ett tillfälle utan att ha gjort visa sunnor, så att inshallah man straffas inte av Allah subhanahu wa ta'ala. كيف بين البسيط يتبنى له كثير ما بين السجاه والعالم، يعني هذا أحصل خلط في الأمور ما بين العالم، كيف أنا أعرف أن هذا الرجل عالم؟ ما هي الفريق هو الأصل وإيرسون كاتيجوريسيرا فيلنا لأن الهوكا ما سيكولنا ميلا إن أوكني أوكن لا تشوف هو الأصل أن المسلم يجب عليه أن ينشغل بطاعة الله و يعمر عمره ووقته بما يقربه الى الله، يعني اقصد لا ينشغل في الناس يعني هذا عالم وهذا جاهل الا اذا احتاج. Egentligen grunden till en muslim, till varenda individ, att ägna sin tid för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och inte att gå in och kategorisera folk, den är kunnig, den är okunnig, den är lärd, den är olärd. Utom om det är ett behov. يعني في فتوى وفي سؤال، فان اهل العلم المقبولين الموثوقين يعني علاماتهم واضحه ومعروفين وكتب الله لهم القبول في الامه. När människorna egentligen, när man är behov av att ta reda på någonting, då vet man och de som är lärda, Allah har lärt oss vilka de är genom att deras acceptans bland människor. إذا أشكلت عليك مسألة فاسأل من تثق به أو ترجع إلى من تثق به أو ترجع إلى كتاب أو مرجع مثلا عندك إشكال ورجعت الفتوى الشيخ بن باز، فتوى الشيخ بن عثيمين أو الشيخ بن جميل أو أي عالم من العلماء أو طلاب العلم الذين عندكم في هذه البلاد، فالمقصود أنك تأخذ دينك ممن تثق به. Syftet är om man har någonting att man ska fråga om och man inte kan finna svaret, då vänder man sig till de lärda och ser hur man kan få det. Kan man inte få svar så kan man vända sig till de som söker kunskap. Så man ska alltid ta sin religion från de som man har tillförlit på. مع انه الاصل والاكمل والافضل ان الانسان يجتهد في طلب العلم حتى يحصل هو على العلم، ثم يعرف الحلال والحرام والاحكام، فينفع نفسه وينفع اخوانه المسلمين. سو ايتشكال من لارا سي كويل سو مان فيت واسو مان حلال واسو مان حرام سو مان كان باوت ينيتا تي سي كويل او باوت ينيتا تي اندرا اوسو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب، هذا في الكتب، فما بالك من يكون شيخه هذا الجهاز أو الإنترنت وأن يكون مرجعه ويتلقى العلم منه من ممن هو من أهل العلم وممن ينتسب للعلم ومن هو من هو ضال من الضلال وهو على هذه القنوات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله all lov kristik om Allah subhanahu wa ta'ala. Det brukar sägas att den vars sin bok är sin chef brukar vanligtvis vara sina misstag eller sina felaktigheter mer än det som man säger är rätt. Så detta är vad gäller en bok. Tänk att vända sig till en bok så får man mer misstag än rättigheter. Tänk om man vänder sig till en stor värld som man inte vet vem är det som sitter där och vad är kunskapen, är det rätt eller fel. من كلامنا أو كلام الشيخ أن الإنسان لا يرجع إلى النت، بل بالعكس سهل لكثير من طرق المراجعة، لكن كما قال الشيخ تذهب إلى من أو موقعا يعرف. فالحمد لله موقع الشيخ ابن عثيمين موجود، موقع الشيخ ابن جبرين موجود، وكذلك مواقع ممن يسأل عنها يجدها من التي يوثق فيها. Det betyder inte att vi säger att vi ska bojkotta internet eller vara emot internet. Och inte det vad chefen har sagt. Vi ska använda det. Allah subhanahu wa ta'ala som har underlättat för oss.
Men man ska vända sig till pålitliga källor såsom Ibn Bazir och Uthaymeen och Sheikh Ibn Jibril och andra sidor som man kan finna det som man söker efter. أؤكد على الأخوة أن هذا الحضور الحمد لله حضورا مشجع والإنسان أن الله جل وعلا اختاره من بين عدد من الناس لكي يحضر لهذا المكان. ويقول أخوة بوينتيرا ما شاء الله عن طالب صنف إنسان لأنه بوينتين سمع غلادي إيفان ده وبنية أتوار لفن الله سبحانه وتعالى أطعنا لوت الأب وضعها وضعها يكون هاي بلاتسن. ولا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Ni känner säkert till det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam där säger den som söker en väg eller den som ger sig ut på en väg för att söka kunskap Allah underlättar en väg för individen till paradiset. وفضل العلم لا يخفى على الجميع بل عده بعض اهل العلم افضل من الجهاد في سبيل الله. Och nyttan med kunskap är väldigt stort och det som man får hos Allah subhanahu wa ta'ala är väldigt stort. Och en del av lärda har också klassat som sökande till kunskap är bättre än jihad för Allah subhanahu wa ta'ala. ويكفي ان حضورك بل ان خطواتك من بيتك حتى تصل لهذا المكان تكتب لك عند الله جل وعلا. Och inshallah din vistelse på den här platsen att du söker kunskap dina fotspår hemifrån och hit inshallah de är nedskrivna hos Allah subhanahu wa ta'ala. أظنه لابن المبارك كلمة قيل له فيها لو يقال لك أنك ستموت غدا ماذا تفعل؟ قال أطلب العلم. Jag tror att det här uttalandet är till Ibn al-Mubarak där han blir tillfrågad om du får reda på att du kommer att dö imorgon vad kommer du att göra eller önskar så sa han att söka kunskap. فأهيب بالجميع المبادرة والحرص على أخذ العلم وكذلك حتى إخوانهم وزملائهم ممن يعرفون. سيأتي أمر أن سيك كنسكوب الله سبحانه وتعالى لا ردتا وميدي لأمر أن بشأن إن شاء الله. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لله جل وعلا اللهم صل على محمد. بيبي الله سبحانه وتعالى تكسبتها في النص على لو تعوص لك ان شاء الله. تعقيب سريع على ما ذكر الشيخ محمد من فضله. دور كومبليتيرنج في اسم الشيخ محمد رزق. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن العلم وهو من احسن من تكلم عن فضل العلم. ابن القيم والله سبحانه وتعالى ضبامته وعسفال انا اللي طالت ام اتسكا كونسكوب وانا بلاد دوم سوم ناس بوليتي ام فيريدي ام نت. وذكر رحمه الله تعالى انواع الجهاد. وهم نمل أولئك كategorية أو جهاد. وقال إن الجهاد بالعلم. حصاد أتفر جهاد ينم كونسكوب. أفضل من الجهاد بالسيف. بتر أن أتفر جهاد مسبارك. لذلك يعني ينبغي أن نتفضل لهذا المعنى إنه. في مصر في ستور هذا هنا بعمر معه ولد. أن تجاهد في العلم والتعليم ونشر العلم هذا من أعظم الواجب. Att sträva, så att säga att göra jihad, att sträva för Allah subhanahu wa ta'ala genom kunskapsförmedling är bland de bästa hos Allah subhanahu wa ta'ala. Med den här kategorin att utföra jihad, att sträva för Allah subhanahu wa ta'ala med kunskap, med ordet. Allah subhanahu wa ta'ala kanske genom dig låta många lyckas och förflyttas från icke-islam till islam. عفواً يعني في قضية يعني ترتكز عليها دائماً لأنها تطرح في النقاش وهي في مفهوم العلم. البعض يقول إن العلم لما نقول العلم هذا بيعني العلم الشرعي. لكن في بعض الناس يقول أن العلم يعني علم الدنيا من طب وهندسة إلى آخره لا يشمل هذه الكلمة العلم لما نتكلم عن العلم. احنا عاوزين نفهم بالضبط هل معنى كلمة العلم تشمل العلم الدين وعلم الدنيا معا يعني لما اطلب العلم اطلب مثلا واحد بيدرس هندسة او طب هذا في يعني يطلب العلم في سبيل الذي ذكر في القرآن له لاني سمعت مرة من احد العلماء ذكر القصة ان الاسماء الذي الله سبحانه وتعالى علمها لآدم كانت هي علوم الدنيا الله اعلم عن صحتها ولكنه ذكر هذا الحديث لان الملائكه ما عرفوش
ما عرفوش الله لا لا الله ما لا علم لنا إلا ما علمتنا فما عرفوش هذه القضية لكن والله أعلم عن صحتها فأنا عايزين من حضرتك توضح لنا هل لما نقول كلمة العلم يشمل علم الدين والدنيا معا أم يقاصر فقط على علوم الدين العلم الشرعي إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى سبيل ياسكم يوتولك ليسهم Och han säger, så fort man snackar om kunskapssökning så brukar det vanligtvis hänvisas till folk blandar ihop. Är det sökning i kunskapen vad gäller den världsliga kunskapen eller den religiösa aspekten? Och så vi kan vidare också in till att då Allah subhanahu wa ta'ala lärde Adam namn till alla ting enligt kapitel 2 i Koranen. Så lärde han honom saker och ting vad gäller den världsliga delen så att säga. Och änglarna visste inte någonting om detta. Kan du säga till Kjell, kan du definiera för oss vad är det egentligen som gäller och i vilket kategori det gäller? هذا سؤال جيد وفيه تفصيل. En mycket bra fråga och egentligen så ska det definieras väldigt brett. يأتي على حالتين. Det kan definieras på två olika sätt. أقصد به العلم غير الشرعي مثل علم الهندسة وعلم الطب وما سوى ذلك. Vilket jag menar för det första är kunskapssökningen vad gäller att läsa till ingenjör, läsa till medicin, läsa till kemi. يأتي على وجهين. På två olika kategorier och aspekter. الأول في الأجر والثاني في الفضل. Det första är i belöningen och den andra är i prioriteringen. أما بالنسبة للأجر. Vad gäller belöningen. فإذا احتسب الإنسان في العلوم الأخرى غير العلم الشرعي علم الكتاب والسنة مثل علم الطب وعلم الهندسة احتسب الأجر في تعلم هذه العلوم ينفع إخوانه المسلمين. Om man ägnar avsikten och uppriktigheten till Allah subhanahu wa ta'ala att man lär sig den kunskapen för att vara till nytta till sig själv och till muslimerna. فهذا لا شك إذا حسنت النية يكون الإنسان فيه مأجورا وعلى عباد الناظم. Utan tveka, absolut utan tveka, om man ägnar avsikten till Allah subhanahu wa ta'ala så får man belöning för detta som man gör och får väldigt stor och hög belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. لكن كما قلت بشرط ماذا؟ Med ett villkor. بشرط النية الصالح. Med ren avsikt. لا يأخذ هذا العلم وهذا العلوم لحظ نفسه أو ليجني من ورائه المال. Att inte bara söka den kunskapen för sig själv så att säga eller för att kunna tjäna pengar och inget annat. أو ليمدح عند الناس أو نفس الآخرين. Eller för att kämpa emot andra och vara mer kunniga än dem inom den kunskapen. Eller att folk ska snacka gott om en. فهذا يفوت الأجر. Då missar man kunskapen, eller då missar man belöningen om man har den avsikten. Men وجه الثاني او الحاله الثانيه حاله الفضل. Vad gäller att få äran så att säga hos Allah. فإن الفضل الوارد في النصوص الكتاب والسنة. Så det som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen egentligen det som har kommit i Sunna. والتي جاء فيها فضل العلم المقصود بها العلم الشرعي. Utan tvekan så det som Allah subhanahu wa ta'ala menar och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam menar, det är den här islamiska kunskapen. الذي هو علم الكتاب والسنة. Vilket är kunskap om Allahs bok, Koranen och Sunna, profetens sunna. وما يتعلق بهما ما يرتبط بهما. Och det som är anknyttet till. فمثلا يعني مما يرتبط بهما. Till exempel det som är anknyttet till dem. يعني مسائل كثيرة طبية لا يستطيع الفقيه أن يفتي بها إلا إذا علم حالته في الطب. Till exempel en som ska ge ett svar inom en fatwa, till exempel. Som inte kan ge svaret utan att gå till dem som är kunniga inom medicin för att kunna få lite hjälpmedel för att kunna ge svaret. Och det finns andra exempel egentligen som man kan dra upp. المقصود لابد أن نفرق بين حالة الأجر وحالة الفضل. الأجر إذا أخذ هذا الإنسان العلوم. Vi måste se skillnad. Vi måste se skillnad mellan belöningen och avsikten. فإنه يكون مأجورا. Så han får belöning om man ägnar avsikten. وقد يكون تعلم هذه العلوم من أسباب الدعوة إلى الله أو من وسائل الدعوة إلى الله. Och det kan vara också ett sätt att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala att lära sig den här kunskapen. وإذا كان المسلمون إذا كان المسلمون يحتاجون إلى علم من هذه العلوم فيجب أن يتخصص عدد من أبناء المسلمين في هذا العلم. Och om muslimerna är behov av den kunskapen så att om någon kunskap inte finns bland muslimer så är det ett måste för att en del av muslimerna ska lära sig detta. حالة الفضل كما ذكرت سابقا هي خاصة بعلم الكتاب والسنة. وده som är bättre utan tvekan är vad gäller Allahs bok, vilket är Koranen och profetens sunna. وهل يستطيع الإنسان أن يجمع بين العلمين؟ Kan man egentligen sammanföra bägge två kunskap?
يستطيع الموفق الجاد الحريص بين سومينا سيريوس كان ان شاء الله ان يجمع بين العلمين اتكون اسامه فر بيجت وقت سوسكاف زي بوليكونسكوب ووجد علماء قديما وحديثا جمعوا بين يعني هذه العلوم ودفينس فولك سوم هاي كنت سامن فر سوسكاف زي بيجت كونسكوب وينبغي انه لا يفهم من الكلام هذا التقليل من شان هذه العلوم التي يحتاجها المسلمون في هوب سات من انت ميس في ستور ان هاف اون ان اف من انت سكلاس ده انا كونسكوب اللي كانت مسلمنا هذا بهوفيتو طيب احنا طولنا في المقدمه في هوكان في ديفينيرت ان ليدنج ا فيري لونج صح ايش برنامجكم شيخ هو خمس دقائق بس الموضوع المطروح المقترح التعامل مع غير المسلمين بالسنه النبويه يعني هو هذا الكتاب الذي ألف أنا حاولت أن أجمع خلاصات سريعة من ما ألفته في هذا الكتاب. أمنت صديقكم أطال إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى فيليا دير لكون من المسلمين وإيك المسلمين ويسكر في سكة سامة فتا إن دير لباسم يارسكي مثل هذا بوك نتمنى أن نوصل الكتاب لكل واحد من الأخوة قدر ما نستطيع ليكون مرجع لو في هذا الباب. يو انسكر ان شاء الله كما عرف السيركة يوم بيستا فتبور ان اوبر كما عاد اير ولا سينكوبية ولا هبوك ثم ان شاء الله فتسايا هذا الكتاب يعني حكم بحمد الله بتوفيق من عدد كبار العلماء اكثر من 45 شخصية من علماء الكبار Det är många lärare med Allah subhanahu wa ta'alas vilja och tillåter sig och tacksamhet tillkommer honom som har läst igenom och kollat igenom och använder som grund också. Så. Och det är stora lärare som har snackat om det. Och hamla Sheikh Bilal och Sheikh Bilal. Sheikh Bilal och Sheikh Bilal. Och jag ger ansvaret för Sheikh Bilal och Sheikh Bilal. Ansvaret. Tawfir. Att kunna fixa الكتاب لجميع الإخوة. Den här boken för varenda en av er. ومن ينتمي المركز غير من الشيخ. وأنا أحمل المسؤولية للشيخ بلال والشيخ عبد الرحمن أن يحملوا لكم الكتب عشان أنا. ما دش أحمل. ما دش أحمل. الحمل ثقيل. لا يجوز الفرار يا مسلم. انا اعطيكم الطريقه ان شاء الله للحصول على الكتاب وتتابعوه ان شاء الله انا وقتي والله ضيق جدا ولا ودي اتابع حتى ان شاء الله في احمد تواصل او انا اعطيك الطريقه المباشره تسلكونها حتى يصلكم الكتاب بعد المسلمين ان شاء الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله هنكم يا سيد بيستا ويتي شيخ بلال بكت يور فيك فلي فور ديتا انسوارت هنكم يا شيخ بلال سيتت فور كنا فور هيك بوك ان شاء الله من ده انطالب som vi är behovet av, inshallah, så att vi kan få vår synkopia i den boken. أردت مرة أن أتحدث عن التعامل مع غير المسلمين بالسنة النبوية فقال لي أحدهم نحن بحاجة قبل ذلك إلى التعامل مع المسلمين بعضهم مع بعض. När jag skulle tala om det ämnet en gång i tiden så var det en som sa till mig egentligen bör vi lära oss sättet och metoden muslimerna emellan hur vi ska behandla varandra. ولا سيما فيما يتعلق بالعمل الخيري. Och inte minst vad gäller det här frivilliga goda handlingar. Och det som är egentligen att kunna göra, sträva för att göra da'wah för Allah subhanahu wa ta'ala muslimer emellan, vilket kan tillföra nytta. سأحاول بإذن الله تعالى أن أذكر إشارات سريعة حول الموضوعين المتعلق بتعامل المسلمين مع بعض والمتعلق بتعامل المسلمين مع غير المسلمين. يوسف إن شاء الله بوينتيرا فيسا ساكر صن angår muslimerna emellan och muslimer och icke-muslimer och sätter metod som de kan ha emellan. موضوع التعاون على المسلمين بالسنة النبوية أيها الإخوة كلنا نحتاج إليه لكنكم إليه أحوج. Var en egentligen, var en av oss är behov att kunna veta och lära sig sättet och metoden att och handlandet mellan muslimer och icke-muslimer hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde och ni är i stort behov av det. لأنكم تعيشون بين ظهراني غير المسلمين. فبين لابر بلان إيك مسلم. فبحاجة الواحد منكم إلى أن يؤصل نفسه في هذا العلم العظيم. إنه غير بير سكافا سي ديفيتا كونسكوبن أم يوز دات. لا تقل هذا فوق مستواي أو لا أعرف أو لا أفهم. سي أنت ديتا إير أوفر إلى ميرا ما يطلع أوف يو كان أنت يا بيت أنت. أنت شاب وصاحب طاقة. دو أم وهاي في. تستطيع أن تقرأ هذا كامل وتفهمه. Du kan läsa säkert hela den här boken och förstå den. Vad gillar man hela kitab hasal ala al-markaz al-awwal
جائزة نوير العالميين في خدمة السنة النبوية إن شاء الله. ولنهاية بوكن إن شاء الله صم شيخين والله سبحانه وتعالى أخبار عنه شيخ عبد الرحمن العقل هوسكيبر لأن هو فوت دبلومين إلى برسنتن أو شيخ نايف في سعودي لأن بوكا أوتيلا بريسة إلى بستا بوكن ولأن بوكن هذا فوت دين هاي برسنتن صارت سعر سنة برا بوك صم فيل سكيبر. لماذا هذا الموضوع مهم؟ ظرف الفيكتيت من يوسف هالمنت أولا حاجة المسلمين وغير المسلمين إلى الاطلاع على عظمة الإسلام وحقيقة الإسلام على وجه الناصع كما جاء في كتاب السنة دي أنا تبلت فيكتيت فرفشتا لا رسائي أم إسلام وإسلام هيك هيت ستور هيت إيجنت لجن vad som islam hade kommit för att belysa så att säga för muslimer och muslimer. المسلمون وغير المسلمون بحاجة ماسة إلى إبراز عظمة شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. مسلمين سميكي مسلمين استوت بهوف باتلارا ساي أم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وهانس برسوليت. هذه الشخصية العظيمة التي اعترف عقلاء غير المسلمين من اليهود والنصارى اعترفوا بأن أعظم شخصية في التاريخ. Just det här personligheten, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam personlighet, vilket är muslimer som icke-muslimer, judar och kristna har erkänt hur pass klok var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vilket var det bästa historien. Ja, men jag inte mig i det här personligheten, Mubaraka, och jag säger att jag är min atba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni som säger jag tillhör profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jag tillhör honom. لابد أن تعرف جوانب العظمة في سيرة هذا النبي. دو مستفيتا هيك هيت الأم من هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذا مما يثبتك على الدين. بالكثير يستير كفة وأكفاض مليون. ومن خلال تقنع الآخرين بهذا الدين. وصارت كان أقصى أبر تيجا أندر أم لنا مليون. وثالثا. لتفادي آ. سمعين بعد ما أنتهي. أنت أي زي ما بدك. بس أنا. أها. السؤال ما هو؟ اسألوا هنا أنا ترجم. السؤال ما هو؟ السؤال ما هو؟ ضايع فوق أنا يمكن. السؤال ما هو اللي بداية لماذا هذا الموضوع مهم صح؟ أنا بسألك. نسوي فوق أنا ضايع ده الأمنة بالفيكتور. الجميع. فوق يا أب. الجميع يكون جاهز. سؤال الله مستوى يمكن يريده ضايع ده الأمنة بالفيكتور. يمكن يكون له هدية أو يكون له دعوة. هم كم فور ان برسنت الى ان كالسه فانت على خير اما هديه او دعوه سو ان شاء الله انت فور لينا نانا ان برسنت الى كالسه من يعيد الاول الامر الاول في الاهميه فيم اذا سم كان اوتا بريتا فيكت لا نحن المجلسين هنا احنا ما دخلنا لا انتم الاول انا مترجم انت اول من يدخل الاول انا من المؤلفين انت من المحلفين انا من المحلفين vem är det som kan ge vikten av varför? Inte att jag tar en idé när man skall lämna. Jag tar en idé. Nej. Det är skas. Är han där personen och personen är också tredje. Den äkta Kerim, den är allt den jag säger. Nej. Nej. Abu Omar. Nej. 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 اثنين اندر ساكت الاطلاع المسلمين وغير المسلمين على حقيقه الاسلام وعظمته ات مسلم سميك مسلم فلا شنا ام اسلام احسنت ثلاثه نمبر 3 انه في الواقع يوجد اختلاف وتفاوت كبير في التعامل مع غير المسلمين من ابناء المسلمين Egentligen nummer tre, det kan finnas skillnad i sättet och metoden att behandla icke-muslimer från muslimer. Tafawut kabir, min hur man yaglu? En stor skillnad är vissa kan vara hårda. Yubalig. Som går till överdrift. Yastahdif. Som kan poängtera vissa. Yaktum. Kan döda andra. Ala kulli hal och fi kulli makan. Under alla tillstånd och under alla platser. Wa akharu min abna' muslimin. Och en del av andra muslimer ضاعت هويتهم بسبب اعجاب الكفار. Och de har ju förlorat sin identitet på grund av deras häpnad till icke-muslimer. آخرون من أبناء المسلمين معجبين أيما اعجاب الكفار. Och många muslimer är väldigt
فرعون الكفار يمكن مسلمين حتى ضاعت الهوية الإسلامية وبعضهم ترك دينهم من أجل هذا. صارت إنديل ميسا لسين إدنتيتيت أصلا فلورا لسين إدنتيتيت سو مسلمة ورو أنرا فلورا زي مليون هل تولد. فالطريق الأول خاطئ والطريق الثاني خاطئ. سو الفرشتا سيتة تفيل وأنرا سيتة تفيل. مسألة الولاء والبراء. Till exempel att kunna ägna upprättigheten för Allah subhanahu wa ta'ala och religionen. Det har blivit en blandning i just den här frågan. Vilket har stört en del av dem. على بعضهم يعني ما ورد في بعض النصوص ففهموها على غير وجه الصحيح. vilket har fått dem att förstå det som har kommit i Koran och Sunna på ett annat sätt, vilket har fått dem att blanda ihop. وبعضهم يستدل بآية أو بحديث. En del av dem kan också använda en Koranvers eller en hadith på ett felaktigt sätt. لكن يفهم الحديث على غير وجه الصحيح. Men han förstår hadithen på ett annat sätt än det som är skall man förstå. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتمهم في طريق فأجئهم إلى أضيق الحديث في صحيح مسلم. الحديث اللي ات اكزامبل حديث صحيح مسلم ام ني فين دوم عشان ايكي مسلم ام ني فين دوم ان ويج سو فسيرك جو تيل ان ترونغاست ويج فيظن انه معنى الحديث انه اذا رايت غير مسلم انك تتقصده وتستهدفه وتضيق عليه في الطريق المسير دو دو فيشتور من هذا الحديث ان ام دو سين ايكي مسلم سو سكال دو فسيرك ريكتا سو تو كان سيتا ليت انه من بونو هل هذا مراد النبي في هذا الحديث ادي سون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بيلي ينتجن ليس كذلك لا انت سو بل مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما قال أهل العلم من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وده سمع سيفت ريبو سو سم دم لاد وصل لا يكون المسلم دليلا أمام الكافر att en muslim ska inte vara en vägledare framför icke-muslimer. وهو سائر في الطريق لا يجعل الطريق الأعز للكافر ولا الطريق الأذل. Till exempel när man går en väg så ska inte låta en väg som är bäst för sig själv och det andra för de andra. والله تعالى يقول لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Profeten Allah subhanahu wa ta'ala säger högheten tillhör Allah subhanahu wa ta'ala hans profet och till muslimer. فهذه تربية لكل مسلم أن يكون عزيزا بدينه. Så ett sätt, detta är ett sätt för varenda individ att vara hög, alltså att känna högheten med sin religion. أن يرفع رأسه بهذا الدين. Att lyfta upp sin religion genom denna religionen. أن يتشرف أنه مسلم. Att vara stolt om att vara muslim. يتشرف أن الله سبحانه وتعالى جعل الأعز والكافر هو الأذل. أتفضل استولت أن الله سبحانه وتعالى لات إن وارداً سمى هيك الجراد. هذه ثلاثة. دبوا دم هتفي. ثلاثة أسباب. هتفي ساكر. من يعيد الثلاثة؟ بيم كان أوبر بالا تفي. تفضل. عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اختلاف كبير اللي بينه وبين المسلمين وبين الكفار. سمعت. الثالث. اختلاف التعامل يعني. اختلاف التعامل. تعامل المسلمين مع الكفار. نعم. الثالث. أيوة غشيش وغشيش ما حدش عايز غشيش. يجوز يجوز. إلا في الاختبار. إلا في الاختبار. الثالث قال الأخ قال. عظمة الدين وسموها الدين إصهار على وجهه الأكبر طيب وجه المسلم جزاك الله خير إن شاء الله هم بسوا بعد يوم تفودن بولن بسوا دن ثانية أنا ما دخلني بالعيد عليك لو أنا شيخ 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 بلال بجاوبك الثلاثة لا لا يبغى كتاب الحين خلاص طيب من أسباب الأهمية انتبهوا لهذا الأمر ليش نبدأ طبي كتير في هذا البنتين من أسباب أهمية هذا الموضوع الكبير فيكتن أو ذا هاف أمنت ينفلج تفاوت تعامل النبي مع غير المسلمين بين العهد المدني والمكي Skillnaden där profeten Muhammad s.a.w. behandlade icke-muslimer under Mekka-perioden och Medina-perioden. Alltså innan och efter emigration. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار مختلف تماماً يعني تعامل النبي مع الكفار في مكة مختلف تماماً عن تعامله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Profeten Muhammad s.a.w. behandlade icke-troende, icke-muslimer till skillnad, alltså sättet och metoden var skillnad under Medina-perioden innan emigrationen eller efter emigrationen och skillnad från innan emigrationen vilket var Mekka. فأتى بعض الشباب الذين يعني لم يستوعبوا العلم الشرعي على وجه الصحيح ولم يطلبوا العلم ويأخذوا بالتأصيل الشرعي
فحملوا النصوص الواردة في العهد المكي على العهد المدني أو العكس. So det finns ju dom till exempel dom som försöker söka kunskap eller dom är precis på väg att börja söka kunskap, förstå texten på felaktigt sätt, ta texten från Medina-perioden och implementera den för muslimer under deras tid, vilket var felaktigt. من المهم التفريق بين العهدين والنصوص الواردة في المدتين. Så det är väldigt viktigt att se skillnad mellan de här två tiden som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam behandlade och att se tiden och skillnad mellan dess sätt att behandla. من أسباب الأهمية أيضا. En viktig punkt också. أن المساهمة في التأصيل الشرعي لهذا الموضوع. Att vara med och delta för att begrunda den kunskapen i detta ämnet. في حقيقتها مساهمة ضد الحملات المسعورة لتشويه الإسلام. Egentligen så kunskapen i att söka den här kunskapen och lära sig detta, det är ett sätt som man motarbetar icke-troendes sätt och metod för att felaktigt förklara islam. فإذا فهم المسلمون وأبناء الإسلام هذا الموضوع على الوجه الصحيح كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يساهم في تحسين صورة الإسلام وإقناع الآخرين للدخول بالإسلام. Så om man förstår de här texterna rätt, implementerar det på rätt sätt, så det kan vara ett sätt för att kunna övertyga andra för att tillhöra den här religionen. في فرنسا, i Frankrike, أسلمت امرأة. Det var en kvinna som blev muslim. فدخلت محل من المحلات. Så hon gick in i en affär. فسرق ما بيدها. سرق ما بيدها. سرق. Någon har snutt det som fanns i hennes hand. بعد التحقيق تبين انه واحد من الشباب فهم النصوص غير على الوجه غير الصحيح وقال انه يعني اموال الكفار حلال علينا. So at efter att någon har snutt hennes grejer så att säga i en affär och efter förhöret så förstod de att det var en kille som sa att det är tillåtet att ta icke-muslimernas ägodelar. استدلالا في بعض النصوص الواردة في المال الحربي وفي الجهاد في إسلام. vilket egentligen de hade tagit de här vid krig och krigsbytet, de har implementerat verserna och texten på felaktig situation. النتيجة. Resultatet blev. ارتدت عن الإسلام. Hon lämnade Islam. قالت الإسلام يأتي بهذا التصرف ومن هذا الشخص لا خير فيه. En islam som kommer genom en sån här person på det här sättet finns ingen gott i. فانظروا أيها الإخوة الجهل بهذه النصوص وفي التعامل مع المسلمين يوصل إلى هذه الدرجة والنتيجة. Så kolla missförstånd om islam eller förstå islam på felaktigt sätt vilket kan leda till. وأنتم أعلم منا وأعرف بحجم تشويه صورة الإسلام في أوروبا وفي بلاد غير الإسلامية. وإيجنتليًا ني vet mer än oss om sättet och metoden hur folket motarbetar islam i de här länderna. Sådana här misstag, icke-muslimer älskar sådana misstag. De förstorar den och de gör stor sak av det. De sprider den i deras medier, bland internet bland annat. Kolla, de säger detta är islam. Islam är fri från detta. ولو أن هؤلاء الشباب طلبوا العلم على الوجه الصحيح على العلماء وأخذوا النصوص كما هي. Hade de här ungdomarna lärt sig islam enligt islam från de lärda. لما كانوا سببا في رجوع العديد ممن أسلم عن الإسلام. Från de lärda så som det har kommit så hade de inte varit orsak att folk backat emot islam. أيضا من أسباب الأهمية ما نسمع به موضوع العولمة. Likadant vad gäller det som man de flesta snackar om och العولمه خلينا نفكر في كلمه globalisering اوكي vad gäller exakt globalisering العولمه العصر التي يقصد منها اذابه الهويه الاسلاميه egentligen globaliseringen som egentligen syftar till att smälta den islamiska identiteten خلاصتها انهم يريدون من المسلمين ان يكونوا كغيرهم De vill egentligen av muslimer att vara precis som alla andra. خلاصتها الغاء العقيدة الولاء والبراء. Det grundar på att verkligen få bort det här med aqida tron att man ska älska Allah subhanahu wa ta'ala och vara fri från icke-muslimer. خلاصتها ان يكون الكافر كالمسلم تماما. De vill egentligen att en muslim ska vara likadan som en icke-muslim. والمسلم كالكافر تماما. Och en kafir som en muslim. فلهذا تأتي أهمية هذا الموضوع من أجل هذا الأمر الذي هو العولمة.
Så detta är väldigt viktigt också vad gäller den saken vad gäller globaliseringen. فهذه هي الأسباب المجتمعة التي ذكرت. Så de här samlingspunkter som jag har nämnt. أؤكد أهمية هذا الموضوع. Vilket lägger stor vikt på det här ämnet. وطرحه. Och att kunna presentera den. في العديد من المناسبات. Vid olika tillfällen. أولا تبدأ بنفسك فتفهم هذا الموضوع على وجه الصحيح لأنك تعيش في بلاد غير مسلمة وبين ظاهران كفار. Först och främst att du börjar med dig själv, du lär dig detta, du bor bland icke-muslimer. فتحتاج أنت بنفسك إلى هذا الموضوع. Så du själv först och främst är behov av det ämnet. ثانيا مرحلة التصحيح للآخرين. Det andra är att kunna rätta andra personer. بعد ذلك أنتقل إلى بعض الشذرات والإشارات. Därefter så kommer jag att gå till visa utvägar eller saker som sticker ut från de här ämnena. شذرات وإشارات. Saker och ting som går ut från ämnet som kan vara felaktigt eller rätt. يعني أجل أواصل باختصار. الشذرة الأولى أو الإشارة الأولى أيها الأخوة اعتقاد أن البراءة من الكفار تستلزم الغلظة والشدة والقسوة في العام. Det första punkten som vi ska inshallah påbörja, det är att tro اعتقاد الكفار مرة ثانية. يعني بعض الإخوة وبعض الكلام الواصل. نعم. يعني يفهم من نصوص البراءة من الكفار القسوة على الكفار. Många utav ungdomar egentligen eller män allmänt muslimer tror att när man ska vara fri från icke-muslimer så att säga, för att i islam man måste vara fri från dem, man måste definiera sig att man inte har med dem att göra, vilket kan betyda att man ska vara emot dem. بمعنى يعتقد ان معنى البراءة من الكفار الغلظة والشدة على الكفار. Vilket kan få individen att tänka att jag ska vara fri från dem, att jag ska behandla dem på ett hårdaktigt sätt. وآيات البراءة من الكفار آيات كثيرة ذكرونا ببعضها. كان نقوم بومنا ما أم أولي كذرشة ثم الله سبحانه وتعالى نمت في القرآن ثم أنسك غفيفا كفار. نعم. قول إبراهيم عليه السلام كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أحسنت العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله الواحد. Det som Ibrahim عليه السلام säger i Koranen att vi förnekar det som ni tror på till sitt folk. Och sa att fiendeskap har kommit emot oss, den koranvers, sa att mellan oss finns det bara vad? Fiendeskap och hårdnade. Och han, Ibrahim alayhi salam, han säger, vi är fria från er och det som ni dyrkar utom Allah. قل يا أيها الكافرون لا قول شعيب عليه السلام أيضا معاذ الله أنه يكفيه لكم بعد أن Det finns olika koranvers utan att jag behöver tolka dem. Kul ya ayyuhal kafirun till exempel. Det som Shu'aib har nämnt. Sheikh Abu Mus'ab. Bland annat den versen som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Du finner inte ett folkslag som tror på Allah subhanahu wa ta'ala och den yttersta dagen som älskar dem som är fiendeskap till Allah och hans sändebud. Det finns en annan otroende. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, otroende antar inte jahud och judar och kristna som är förebilder så att säga. Och den som vänder sig till dem, han är en av dem. I början av kapitlet av Al-Mumtahina säger Allah subhanahu wa ta'ala, o troende, antar inte mina fiender och är fiender som era bästa vänner. Väger oss den raka vägen också. Vänd inte er efter folk som Allah subhanahu wa ta'ala har sänkt sitt väde över. Så det finns olika koraner, allt detta är från koranen. فنصوص كثيرة حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
ان نصوص الوارده في الولاء والبراء عقيده الولاء والبراء تاتي في الدرجه الثانيه بعد الكلام عن الشرك. Det finns ju många olika uttalanden, som till och med Sheikh Ibn al-Qayyim, han säger att detta kommer i andra steget, alltså första steget i kyrk, och sen kommer just det här kategorin. بل حتى في سورة الفاتحة عندنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين هم يهود والنصارى. لكلام سيدنا الله سبحانه وتعالى i Koranen vägleder oss den raka vägen, den väg som alltså vägleder oss den raka vägen till att Allah ger. En annan väg utom den väg som du har sänkt ditt väder över. نعم فالمقصود انه في هذه الايات ليس المراد بهذا التعامل والامر الذي جاء من الله تعالى ليس المراد فيه الغيظ والشده على الكفار لان هذا ينافي دعوتهم. So egentligen det som Allah سبحانه وتعالى menar det är inte att vi ska بارك الله فيك. Det som Allah سبحانه وتعالى menar inte att vi ska behandla dem med hårdhet och vara aggressiva mot dem. إذا كنت أرجو من هذا الكافر أن يسلم ويهديه الله للإسلام فهل يظن عاقل أنني سأقنعه بهذا الدين إذا كنت غريبا في التعامل معه؟ Om jag önskar att individen icke troende ska bli muslim egentligen, kan de föreställa sig att det kan vara till nytta att behandla dem på ett dåligt sätt, att det kan få honom bli muslim? أكون قاسيا شديدا في التعامل معه وغريبا وأقول أسلم؟ Att vara hård mot individen och behandla honom på ett dåligt sätt och sen efteråt säga till honom du ska bli muslim. Kan han bli övertygas? Hur kan han övertygas? Han blir övertygas om man behandlar honom på ett fint sätt. إذا كنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود والنصارى. Om vi blir så som profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم behandlade så judar och kristna. حتى انه زار الغلام اليهودي في اخر حياته والزياره هذه كانت سبب لهدايه هذا الغلام. وتقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم عم بيسكته ان يوديس بويكر. حتى قال صلى الله عليه وسلم مسلم صار النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار. حتى قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار. تقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار يتكى الله ثم رد لهم ينو ماي فون هيلدن. كذلك اهدى الكفار. Likadant så gav han presenter till icke-muslimer. Han handlade med dem, han sålde och köpte från dem. Han bodde med dem. En del av dem var grannar med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kan vända sig inshallah tillbaka till boken, vilket jag nämnde, olika andra saker också som finns i den här samlingen boken. يعني إذا رجعنا لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار. محمد صلى الله عليه وسلم وفريا فرون إكي مسلم الكفار. وبتين ريانتين. قال العلماء إن المراد بالآيات الواردة في البراء من الكفار هو أمر عقدي قلبي. دوم لاردا ها ساكت أت وفري فرون إكي مسلم دي نوغن هاملين سوما تو بودة يفتت. فلا يعني مخالفة أو معارضة بين أن تبغضهم بقلبك. Det finns ju ingenting som kan motsäga att man inte ska tycka om dem i hjärtat. تبغضهم بقلبك لكفرهم. Du bara tycker inte om deras kuffer, deras förnekelse. لكن في الطرف الآخر تشفق عليهم وترحمهم وترجو لهم الهداية. Men samtidigt du ska tycka synd om dem. Du önskar att Allah سبحانه وتعالى ska vägleda dem. Du kallar dem till islam. تدعوهم للإسلام. Du kallar dem till islam. من خلال حسن التعامل. Genom ditt sätt, det bästa sättet att behandla dem. من خلال إظهار الإسلام بالصورة الجميلة الحسنة المقنعة للآخرين بأن يدخلوا دين الإسلام. Genom att visa dem vad islam är, den rätta bilden av islam. وهكذا ويعتبر هذا الجواب مختصر وإلا فيه تفصيل أكثر في هذا الموضوع لكن. Och så vidare kan man nu säga det finns egentligen mer att definiera men jag försöker sammanfatta det. انتهى الوقت. Tiden är ute igen.